بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 64 بعد 200 والألف، ونحن نتناول آيات من سورة الكهف. وقد وصلنا عند المثل الذي ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى: واضرب له مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واحد، ربنا أنعم عليه، هذا الشخص موجود في كل زمان وكل مكان. واحد، ربنا أنعم عليه، بعد ما ربنا أنعم عليه قعد يتصدق ويعمل خير، وبعدين بعد ما تصدق وعمل خير ظن أن له عند الله حقا. زي واحد بيقول لي كده، أنا ليه عند ربنا كتير قوي، ليه حج، أنا ربيت عيالي وجوزتهم وبصلي الفجر حاضر في الجامع ورحت حجيت، ده أنا ليه عند ربنا كتير قوي. في ناس كتير متهيئ لها إنها بالعبادة لها عند ربنا كتير. في بنات بترتدي الحجاب، بتقرا قران، بتلتزم كذا، تبتلى تيجي تقول لك اللي قلع الحجاب احسن مني، ويا ريتني كنت بعصي ربنا زي البنات، يا ريت كذا كذا. يعني ساعات ناس لما بتبتلى بمصيبه بتظن ان لها عند ربنا كتير، بان بطاعتها لله لها عند ربنا كتير. بعض الطلبه لما بيجتهد عند ربنا شويه، بيقيم الليل، بيصلي في جماعه، بيظن ان هو له عند ربنا درجات اكتر من درجات الناس العاديه. يعني لو الناس العاديه تجيب 60% هو يجيب 80% عشان هو بيطيع ربنا. الكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحه، وده مثل صارخ، مثل صارخ جدا بيعلمنا الادب كل يوم. انا بعمل صالحات ده من توفيق ربنا ليا، كان ممكن بدل ما اسجل قران اقعد على القهوه اضيع وقتي مع السفهاء. ايهما افضل، ان انت تقضي اوقاتك الثمينة الغالية مع آيات الله، ولا تقضي آياتك مع السفهاء في كلام ملوش أي معنى؟ مش عايز أقول ثلاث أرباع الناس، أكتر من 90% من الناس تضيع أعمارهم وأحاديثهم هباء، بيضيعوا وقتهم في أي كلام، في أي كلام، أي كلام، وأحاديث تليفونية طويلة وقعدات سفيهة وكلام ملوش أي معنى. إيه ده؟ ضيعت عمرك في إيه؟ ضيعت أوقاتك في إيه؟ يبقى لما انت تقرا قران احسن، لما تذكر ربنا احسن، يبقى الوقت اللي انت بتقضيه في الطاعه تشكر ربنا عليه، مش تمن على ربنا بيه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. اوعى تتفضل على الله بعبادتك. عشان كده تستغرب قوي لما تلاقي العاصي لما بيتوب الى الله ويساله ويستجيب له بسرعه: يا ربي ده انا طائع وبدعيك. لكن العاصي عنده رجاء أكتر وأمل أكبر، وجاي لربنا منكسر. حتى قال بعض العلماء: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الطاعة بتاعتك ساعتها هتلبسك في العز والكبر، وتقول أنا ليه عند ربنا وماليش عند ربنا. ها؟ يعني في ناس كده يقولك ده أنا بعبد ربنا بقالي كتير، ده أنا ليه عند ربنا كتير قوي. تعال بقى بص هنا، الراجل ده كان رجل من الصالحين، وإيه بقى؟ وربنا سبحانه وتعالى رزقه جنتين، ومش بس كده، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وربنا موسع عليه قوي، وكان له ثمر، وكان عنده بقى من كل الثمرات عنب وتفاح ورمان، كل اللي يخطر على باله. وكان ماشي مع صاحبه كده فعجبته نفسه بقى، فقال لصاحبي وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا. شفت ربنا موسع عليه إزاي؟ شايف ربنا إداني فلوس قد إيه؟ شايف ربنا اداني ارض قد ايه؟ لما تبقى عندك نعمه ما تقعدش تباهي الناس بيها، يعني ما تقول شوف انا عندي كام ولد، شوف انا عندي كام عيل، شوف انا عندي كام فلوس، شوف انا عندي، ما تقفلش كده. زي واحده يا عيني ليس لها رصيد من الانوثه الا شعرها او انها جسمها، تفضل تباهي بالجثه، هتباهي بالجثه، ده شويه مرض يدبلوكي في 24 ساعه ترجعي كانك ما. خلي واحد يموت كده ملكه جمال تموت، بص عليها بعد ساعتين ثلاثه من الموت، تكره نفسك. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. لا لا لا، الجنه دي هتفضل للعمر للابد. ليه؟ عشان انا بعمل صالحات كتير، وما اظن الساعه قائمه، وما اظنش ان انا هموت كمان، ولئن رددت الى ربي حتى لو مت لاجدن خيرا منها منقلب. يبقى انا ليا جنه في الدنيا وجنه في الاخره. الكلام ده كلام تكبر، واحد عجبته نفسه من كتر العبادة. قال له صاحبه وهو يحاوره:
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إيه ده إيه ده؟ هو أنت فاكر إن بشوية العبادة بتوعك ولا بشوية الصدقات بقيت شريك لربنا في الملك ويدخلك جنة في الجنة ويدخلك جنة في الآخرة؟ ليه ده؟ أنت تعبد ربنا وتسأله القبول، أنت تعمل الصالحات وأنت خايف يقبل ولا ما يقبلش، أنت تصلي وأنت مرعوب. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلينا راجعون. أنا مش عارف أكمل ولا لأ، مش عارف الفلوس اللي أنا ربنا ادهالي دي هينفعني بيها ولا يعذبني بيها. الفلوس اللي معايا دي ممكن أتعذب بيها وأتبهدل، ولادي دول ممكن يبقوا رحمة وولادي دول ممكن يبقوا نقمة وأتعذب بيهم. فكل النعم في الدنيا ممكن تتبدل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. يعني ممكن يكون من أولادك وأزواجك أعداء، تعمل إيه؟ فعشان كده ربنا بيقول على لسان الرجل الطيب قال له صاحبه وهو يحاوره، ايه ده ايه ده ايه ده، اكفرت بالذي خلقك؟ كفره هنا نكران ونعمه، هو ما بينكرش وجود الله، الرجل ده ما بينكرش وجود الله، بس من كتر الصدقات اللي بيعملها ومن كتر الخير بيشترط على ربنا بقى، انا ليا طاعات عندك كتير وصليت كتير واقمت الليل وقرات قران وزكيت وحجيت وجوزت العيال، انا ليا عندك كتير. ليك عند مين؟ مالكش عندنا حاجه. قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هو ده الدرس. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ مش شفت ربنا عملك ايه؟ انت كنت نطفه، نقطه ميه من ماء الرجل، ها، وبويضه من الانثى، وبقيت نطفه وبعدين علقه وبعدين مضغه وبعدين عظام وبعدين حته لحم اتولدت كده، حته لحمه لا انت شايف ولا سامع، وبعدين غذاك الله من فضله وبقيت راجل. بعد ما بقيت راجل بتتكلم بتقول بقى ده انا ليه عند ربنا؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، انا ما اقدرش اشترط على ربنا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. والمؤمن كده لما يشوف نعمه يقول ما شاء الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شفت اولادك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحسن تحسد ولادك. شفت نفسك في المراية وجميل كده وحلو بسم الله ما شاء الله، لحسن تحسد نفسك وما يحسدش المال إلا أصحابه. دخلت الجنة عندي كتاكيت بربيها بسم الله ما شاء الله، عندي طيور بربيها بسم الله ما شاء الله، عندي بيت حلو جميل أفتح المفتاح بسم الله ما شاء الله. ها، قدم المشيئة حتى لا تحسد نفسك، تحسد مالك، تحسد ولدك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أول ما بشوف نعمة بقول بسم الله ما شاء الله، والمؤمن كده. أول ما بشوف حاجة حلوة بسم الله ما شاء الله. ها؟ أول ما بشوف نعمة عند حد بسم الله ما شاء الله حتى لا يحسد. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ومع ذلك أنا مش متطلع. في بعض الناس يشتغلوا عندك ما بيتطلعوش للي معاك، لكن في بعض الشغالات بيروحوا يشتغلوا في البيوت عشان يتطلعوا. يا سلام على شكل البوتاجاز، يا سلام على الثلاجه، يا سلام على اوضه النوم. انت جاي تتحصري على نفسك ولا جاي تشتغلي؟ وفي شغالات يجوا بقى تديني البوتاجاز ده، تديني الشنطه دي، تديني الهدوم دي، تديني. يعني في ناس عايزين يشحتوا، بس بدل ما يشحتوا يخشوا البيوت بنيه ان هم يشتغلوا وبعدين يشحتوا او يسرقوا. والله العظيم مش عايز اقول الاف من الناس بيخشوا البيوت عشان يحسدوا، عشان يسرقوا، عشان يشحتوا. لكن هل يا ترى بيطبقوا قاعده الرجل الصالح ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا؟ في ناس نفوسها طيبه كده ومش مهم مين الغني ومين الفقير، انا راضي باللي ربنا اداهولي. ها، عندك الناس دي؟ الناس دي لازم ندور عليها، لان هو لا يحسدك في شغلك ولا يحسدك في بيتك ولا يحسدك في عربيتك ولا يحسد. في ناس كل وظيفتها في الحياه انها تتحسر على رزقها. ها، جاتنا نيله في حظنا الهباب وبص على الناس، ادي الناس اللي ربنا رزقها. طب ما ترضى بما قسم الله لك، ما تشتغل، ما تشتغل. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله.